قاعدة أو فكرة الهو تقرأها في كتاب وكتاب عنها بالإنجليزي بس ما قد خلقوها هنا بالعربي عشان ما أنسى. يعني فكرة أنك توقف حصان بالصوت هو. طبعا تدرب حصان على فكرة حركة معينة مثلا صوت الساعة للتحريك، صوت هو الوقوف أو أي صوت تبغاه. الحصان يربط بين نبرة معينة وأمر معين، أمرك صحيح يصير مع الوقت الصوت فقط كافي، أمرك خاطئ مع الوقت لا الصوت ولا الأمر كافي. لكن اللي ابغى اتكلم عنه اللي لما يجيك الشخص يسوي عده اشياء بالمهماز والعصا والرجل واللنشات وغيره من الامور، ثم لما يجي يطيح الفاس بالراس ووقت الاختلاف الحصان ينسى كل شيء سويته، يروح يخليه يقمص ينطلق يشنع الى اخره، ولا تستطيع تتحكم بالحصان لان دقه يدك محدوده، كل تحكم كان يعتمد على اشياء اخرى زي الرجل زي المهماز الادوات. ولما جاء وقت الاختلاف الحصان بدا يعتمد على اليد او يبغى يدك ما يبغى الامور الاخرى، يدك محدود دقتك فيها، الحصان ما اعطاك المطلوب او ما زام بالشكل المطلوب فحاسك. ثم تقول له هو لسان حال الحصان. لا يا شيخ، يعني اعتمدت على عدة أمور أخرى وقت السلم، ولما جاء وقت الجد حاولت استعمل هذه الأمور مؤقتا فيها ما ضبطت. ثم تقول له هو زي اللي يلوش الحصان يعسر يصفق فيه يضرب فيه، إذا انطلق الحصان وانقطع العنانة وانقطعت اللواشة وانطلق يلحق الحصان يصفق له هو يا شيخ ليش؟ أول شيء عقب ايش أنا مضحكة قصدي، كانك تحاول تستعمل القوة والأدوات ثم لما الحصان يحس تقول هو. ثانيا هي صوت يربط بفعل، الفعل بكبره ما رده، وش اللي يخليك تتوقع ان الصوت بيرده؟ يعني حصان موزون توقفه باوامر واضحه وتدخل الصوت، مع الوقت الصوت بالحاله كافي او بالقول اللغه الجسد بالحاله كافيه، اللي جابها دقه يد او اوامر واضحه. اذا الاوامر بكبرها حاسه، وش اللي يخليك تتصور انه بيحترم اللغه جسد او صوت؟ يعني زي في التسليك فرضا، الحصان يحترم اللغه جسدك لما يحترم دقه يدك. لو الحصان حقر دقه يدك، وش اللي يخليك تتصور انه بيحترم لغه جسدك او صوتك؟ اذا طالما ان الحصان يخرج عن سيطرتك وتحاول توقفه لما خرج عن سيطرتك عن طريق الهو او الصوت، اعرف طريقه ركوبك ما حولك احد وقت الجد بالذات. طبعا ما اتكلم عن حصان منطلق وفكر انه منقطع وقاعد تصفل عشان تهديه عشان تمسكه، اتكلم عن التحكم فيه. حصان بينطلق وانت راكبه وتقاوده عشان ما ينطلق تقول له هو، حصان يبغى يشنع عشان ما يشنع تقول له هو، وانت قبل الهو بكم ثانيه قاعد تحاول تتحكم فيه وحاسك. بينما اللي يقدر بالفعل عن طريق هو بس يوقفه باصبعه، يوقفه بدون ما يقول هو. إذا لغة الجسد ومن ضمنها الصوت شيء يربط الحصان بركوب صحيح، أوامر صحيحة، ومع الوقت يكفي أنك تسويها بالحالة. أما أنك تخليها تحل محل الأوامر خاصة وقت الاختلاف، هذا خيال وليس واقع، يدل على جهل وتجاهل الشخص، وان طريقته في الركوب مي بواقعية وقت الجد، واقعية وقت السلم. وقت الجد خيالية مبنية على اعتقادات أو آراء، لكنها ما تفيد فعليا وقت الحقيقة، وقت الحقيقة أثناء الاختلاف. والحصان يبغى شيء غير اللي انتبهه.